بسم الله، دي نظر سريعة على العدد الخامس من بيم أريبيا وأهم المقالات الموجودة فيه. دكتور حمزة فيصل مشرف، كان شرفنا بمقالة أو المقدمة، وبعد كده المهندس علي مسعود كان بيتكلم على بيم ريسيرش توبكس وبيتكلم على المواصفات وبيدي مثال من برنامج الرابت، وبعد كده بنتكلم على فريق العمل ومهامه وأهم الوظائف الموجودة. المهندس محمد عبد العزيز عبد الكريم هو بيبدأ يتكلم. فريق العمل بيتكون من أهم الحاجات، مدير بيم، وبعد كده فريق التنسيق كوردينيتورز والرسامين أو المرمزجين مودلرز. لو واحد عايز يبقى بيم مدير البيم لازم يعدي على المراحل دي واحدة واحدة. يعني الأول شغل في عمل المرمزج، ممكن يكون مهندس وليس رسام، وشغال بيعمل الموديل، مش لازم يكون بياخده من كاد، ممكن ياخده هو اللي يعمل تصميم وكل حاجة جوه برامج البيم. هو بيتكلم كل واحد فيهم ايه الوظائف المطلوبة منه وايه الصلاحيات بتاعته. وبعد كده في مقالة للمهندس عمار توم، بعض الحيل او بعض الافكار الحلوة اللي تسهل عليك الشغل، زي مثلا انت تخلي في الشاشة بتظهر في البداية بدل ما هو بيصير اخر صورة، فممكن اخر فيو يكون حاجة 3D فياخد وقت في التحميل. دي شوية افكار وحيل حلوة. وبعد كده المهندس تامر الجوهري عامل مقالة عن البعد الرابع، هل هو محاكاة لمخطط المشروع أو محاكاة للتصور المعماري؟ المهندس تامر الجوهري شارك معانا في مقالات كتيرة في موضوع البعد الرابع اللي هو اللي أنا أضيف في البعد بتاع الزمن، وكان في مقالة مهمة جدا كان قارن بين أهم برامج البيم. وبعد كده في مقالة عن مدير نمذجة معلومات البناء، ايه الصلاحيات والمسؤوليات بتاعته. فهو مدير معلومات البناء بيكون في بعض المهام الإدارية الملقاة عليه، ان هو يحضر الاجتماعات وان هو يشوف المشروع ده مثلا ياخد وقت قد ايه، تكلفة المشروع هتبقى قد ايه، الدعم التقني، هو المسؤول عن تعيين الفريق، مسؤول عن المعايير، مسؤول عن التدريب، مسؤول عن العقود. هو مش مجرد يكون واحد بيرفكت في برنامج البيم وخلاص، لا، في بعض الحاجات اللي بتكتسب بالخبرة. في نمذجة معلومات البناء والمالك او الكلاينت للدكتور عمار جاسم من العراق جامعة البصرة، بيتكلم على العلاقة بينهم وإن لازم البيم ده يخدم مصالح المالك، وإن عشان تعمل حاجة زي كده لازم يكون في تعاون بين الأشخاص والعمليات والتقنية. ودي صورة من الدكتور بلال سكر، هتلاقي المنظر موجود هنا. وبعد كده لقاء مع الدكتور ياسر المطيري، بنبدأ نتعرف عليه. هو خريج كلية تصميم البيئة من جامعة الملك عبد العزيز، حصل على درجة ماجستير في العمارة الرقمية من جامعة إدلب بأستراليا، و أعتقد إنه خلص مرحلة الدكتوراه حاليا. فاللقاء كان لقاء شيق، وفي مقالة مشتركة احنا كنا عايزين ندي مثال على تعاون او ان اتنين يكتبوا مقالة مشتركة، فكان مقالة بيني وبين اخويا المهندس احمد لطفي. وقعدنا نتكلم ان احنا على طول بنقول ان نمذجة معلومات البناء 10% هي تكنولوجيا او 90% علم اجتماع. فاحنا عايزين نشوف بقى الجانب الاجتماعي، يعني اهم جزء في موضوع البيم، فقعدنا نتكلم فيه وازاي التعامل والجزء الاجتماعي بقى عامل ازاي في قلب البيئة بتاعت البيت. وبعد كده في مقالة للمهندس كمال شوقي الكوردينيشن سيكشن، وبعد كده في مقالة عن برمجة الريفت للمهندس أحمد زازوق، فهو بيتكلم على البيم ديفلوبمنت وازاي الواحد يبدأ يفتح البرمجة جوه الريفت ويستخدم الاي بي اي. ودي اهم المدونات في الوطن العربي بيم اريبيا، اصبح دلوقتي لو انت عايز تدخل تكتب بيم اريبيا دوت كوم على طول. وفي مدونة بتاعت عمرو سليم درس من وورد بريس، وفي مقالة في مدونة للدكتور حمزة مشرف.
تحيات حمزة مشرف دكتور دبريس دوت كوم، وفي مدونة برضو المهندس محمد حماد. فنتمنى تكون المكالمة مفيدة، ونتمنى إن احنا نقدم حاجة بصفة دورية لوطننا واللي يفيد البلد والعباد.